ما مش معقول يا بوسي، اجي اتقدم لواحده الاقي امها سايبه البيت، ايه العيله الغريبه دي؟ انا بجيب لك من الاخر، انت لو رحت البهجت دلوقتي هيقول لك استنى شويه، يبقى ايه لازمتها؟ طب افرض الوضع ده طول، اتنيل انا اعمل ايه؟ انت مستعجل ليه كده؟ احنا لسه عارفين بعض من قريب. تعبان قوي يا بوسي. ايه؟ لا يعني انا هقول لك، اصل انا ظابط مباحث وبقالي شهرين بعمل تحريات عني، واصحابي في امن الدوله عملوا معايا واجب الله يكرمهم، جابوا لي تاريخ ابوك وامك كله. بس انا لسه ما عملتش التحريات بتاعتي. تحريات؟ الظابط هو الكائن الوحيد اللي ما يتعملش عنه تحريات ابدا. ليه ان شاء الله؟ على راسكوا ريشه؟ لا، لان الظابط معروف هو واقف فين ورجع امتى الساعه كام من ساعه ما اتخرج لحد ما يطلع المعاش. انا كتاب مفتوح يا فوسي، قلبي قلبي براحتك. مين دي يا سيف؟ مين دي؟ مين؟ بتتكلمي عن مين؟ الست اللي عماله تبص لك وتغمز لك من اول ما قعدت. مين؟ انهي ست؟ انا مش شايف ست غمزت لي، انهي ست؟ سيف، تعرف الست دي؟ ست ايه بس؟ خلينا بس في اللي احنا فيها يا كوس. ورحت لابويا وامي وحكيت لهم على كل حاجه، مش قادر اقول لك طاروا من الفرحه ازاي اول ما عرفوا ان ابنهم هيتجوز. بجد يا سيف؟ طبعا. هو صحيح وزير داخليه وهي لواء، بس الاب والام اللي جواهم طلعوا لما عرفوا ان ابنهم بيحب وعاوز يتجوز. وهيجوا امتى؟ مين دول؟ اهلك هيجوا امتى؟ هيجوا هيجوا. ايه مالك؟ هي خلطه غريبه شويه، طبيخ على التراس على مزيكا، بس خلطه جميله. انا بحسدك. انت بتتريق؟ والله ابدا، ده انا طول عمري نفسي اعيش في وسط عيله مطرقعه زيكم كده. احنا مطرقعين؟ امال عيلتكم تبقى ايه؟ لا ده ربنا ينتحهم بالسلامه، هم دول عايشين. محسن. بص يا فوسي، انا زي ما كنت صريح معاكي من البدايه هبقى صريح للنهايه. قصدك ايه؟ بص يا فوسي، الجنان الجميل اللي انتوا فيه ده ابويا وامي ما يفهموهوش، ولا احنا عاوزينهم يفهموه. احنا هنستف ورقنا. العيله هي شيف محترم، عازف في الاوبرا، محاسب في شركه، قبطان قد الدنيا، ومذيع في الاذاعه. اظن كده حاجه تشرف. التفاصيل اللي انت حكيتها لي عليها دي خليها بيننا وبين بعض عشان الليله تعدي والمشوار يتم بعون الله. ماشي يا كوسي؟ في حاجه على مناخيرك مصحيها. ايه ده بجد؟ سيبني كده يا سيف. لا دي حاجه بسيطه مش عارف. كويس؟ راحت.